السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من مادة فني الإنتاج في التأمين. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن تأهيل المنتجين الجدد. تأهيل المنتجين الجدد، بس قبل ما أبدأ الحلقة بتاعتي لازم إن احنا نفتكر احنا خدنا ايه الحلقة اللي فاتت. أخذنا في الحلقة اللي فاتت اللي هي القواعد والتشريعات المنظمة لعمل الوسطاء. طب يعني ايه وسيط؟ اتفقنا ان الوسيط ده هو شخص طبيعي او اعتباري، لازم يكون بيعمل هنا وسيط بين البائع والمشتري. وقلنا ان هو البائع ده هي شركة التأمين، والبائع شركة التأمين، والمشتري اللي هو العميل. لازم يكون هنا بيعمل هو وسيط لعمليات بيع المنتجات التأمينية. ده الوسيط ولازم احنا نبقى عارفين. وطبعا اخذنا اللي هي القواعد المنظمة لعمل المنتجين او لعمل الوسطاء. قلنا ايه هي القواعد المنظمة لعمل الوسطاء؟ قلنا اول حاجة الاحكام العامة، وتاني حاجة اخذنا اللي هو الالتزامات الوسيط اتجاه العميل. ايه هي التزامات الوسيط اتجاه العملاء؟ لازم ان هو يحافظ على سرية المعلومات او سرية البيانات، ويحافظ على المستندات الخاصة بالعميل. تاني حاجة لازم ان هو يكون يختار للعميل الحماية التأمينية الملائمة والمناسبة ليه. ما ينفعش ان انا اديله حماية تأمينية هي مش ملائمة ومناسبة. انا عاوز ان انا ابيع وثائق التأمين وخلاص، او اعمل حماية تأمينية خلاص. لا، لازم ان انت بتديله الحماية التأمينية الملائمة والمناسبة لامكانياته واحتياجاته. دي اللي هي التزامات اللي هو الوسيط اتجاه العميل. طب تالت حاجة اللي هي التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين. هنا التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين ان انا بحافظ على سمعة الشركة. انا بتكلم باسم الشركة، فانا بحافظ على اسم الشركة. وتاني حاجة ان انا بتكلم باسم الشركة، فانا لازم اكون بحافظ على كل حاجة خاصة بشركة التأمين، ولازم اكون اتحقق من ان العميل ده من البيانات او المستندات اللي انا هقدمها لشركة التأمين. وقلنا تاني من القواعد اللي هي التزامات الوسيط في إعادة التأمين. وآخر حاجة اللي هو التحقق من اللي هو التحقق من الوسيط والجزاءات التأديبية. طبعا قلنا ان هنا الوسيط من حقه ان هو يحصل ليه جزاءات تأديبية. طب ايه هي الجزاءات التأديبية؟ اللي هو انذار او الايقاف عن العمل لمدة عام لا تزيد عن عام، او اللي هو شطبه من السجل الوسطاء. طب قلنا مين السجل الوسطاء؟ مين اللي بيشطبه او يعمل قيد او تجديد؟ هو رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وبعد كده اتكلمنا عن اللي هي عندي مستندات خاصة بالقيد. طب ايه المستندات الخاصة بالقيد؟ ان الشخص ده هو عاوز يكون وسيط، فهو رايح يسجل في سجل الوسطاء. اول حاجة لازم يبقى انا عندي فيه دورتين لازم يجتازهم. يبقى هنا لازم يجيب لي صورة من الاجتياز الامتحان، عندي امتحانين او اجتياز الاختبارات اللي هي بتاعت الهيئة او بتاعت هنا المصرية. تاني حاجة من اللي هنا المستندات اللي هي بطاقة الرقم القومي او جواز اللي هو جواز السفر. رابع حاجة لازم يكون جايب صورة شخصية. لازم يجيب شهادة من المحكمة الاسرة ان هو ما عندوش عوارض اهلية. لازم يجيب شهادة من المحكمة ان تقول ان الشخص ده ما تحكمش عليه بافلاس. ولازم يجيب اللي هي مؤهل، لازم يكون عنده مؤهل الوسيط. ما ينفعش ان الوسيط ده يسجل في سجل الوسطاء ما يكونش ان هو عنده مؤهل، واخد مؤهل. واتفقنا ان لازم الوسيط ده لازم يكون عامل وثيقة اسمها وثيقة تأمين المسؤولية المهنية.
كل دي المستندات الخاصة بالكيد اللي هو أول مرة الشخص هيسجل فيه سجل الوسطاء. طب في مستندات تانية، المستندات الخاصة بالمنتجين، بتجديد المنتجين، تجديد الايه المنتجين. لازم أول حاجة هو هيجيب طلب لتجديد، هو أصلا كان وسيط أصلا، بس لازم يجيب تجديد من شركة التأمين، وإن هو يعمل في الجهاز الإنتاجي بشركة التأمين. تاني حاجة لازم إن هو طبعا هي بطاقة الرقم القومي أو الجهاز السفر. لازم يجيب ايه تاني، لازم ان هو يوقع امام الموظف، ما ينفعش ان هو يوقع وبعدين يديله الورق، لا طبعا لازم هنا يوقع امام اللي هنا امام الموظف ان هو عاوز يجدد ان تجديد كوسيط. بعد كده اخدنا اللي هي المستندات اللي هو الوسيط الحر، هي نفس المستندات القيد، بس في حاجة واحدة بس اللي بتتغير، ايصال، ايصال الرسوم. طبعا هنا ايصال الرسوم للقيد، هنا ده هيبقى ايصال الرسوم للتجديد، هو بس ايه الاختلاف، هنا في رسوم للقيد، هنا رسوم للتجديد. وبعد كده بردك هنا هيبقى مش هيجيب لي مثلا اللي هو الموقف من التجنيد، لان الموقف من التجنيد هو كان جايبه اصلا، لان هو كان شغال، هو بيجدد كوسيط حر. دي الخاصة بالمستندات واللي احنا خدناه الحلقة اللي فاتت. هناخد بعد كده ايه هي النماذج، هناخد دلوقتي ايه هي النماذج القيد والتجديد، ما هي او ايه هي النماذج القيد والتجديد. لو احنا شفنا مع بعض نماذج القيد والتجديد، اول نموذج اللي هو نموذج طلب قيد مصري بسجل وسطاء التأمين او اعادة التأمين. تاني نموذج اللي هو طلب اعادة قيد مصري بسجل وسطاء التأمين او اعادة التأمين. تالت حاجة نموذج طلب قيد وسيط بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين لغير المصريين. رابع حاجة طلب تجديد قيد وسيط بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين لغير المصريين. دي النماذج القيد والتجديد. خمسة طلب تجديد قيد مصري بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين. هنا بيشمل كل نموذج على بيانات أساسية، أهمها كل النماذج اللي احنا قلناها الخمسة، هي بيشمل نماذج على بيانات أساسية أهمها اسم طالب القيد، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، أرقام التليفونات، المؤهل الدراسي والمهنة، هنا رقم قيد وتاريخه، العمل الحالي وعنوانه وتليفونه. كل النماذج اللي احنا قلناها لازم يشمل فيها البيانات الأساسية دي، الأساسية اللي هي ايه، اسم الطالب التجديد او القيد، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، أرقام التليفونات، المؤهلات الدراسية، المهنة، رقم القيد وتاريخه، العمل الحالي وعنوانه وتليفونه. هنا اخر حاجة اللي هو التاريخ والتوقيع. دي البيانات الاساسية ودي اهمها اللي بيكون موجودة في النماذج اللي هي القيد والتجديد. طيب بعد ما احنا خدنا الجزء ده اللي هو بتاع الخاص بالوحدة اللي هي التانية اللي هي القواعد او التشريعات الخاصة بعمل العمل او تنظيم العمل للوسطاء، نيجي نشوف ايه هي الامثلة اللي هتيجي في الجزء اللي احنا اخدناه، ودي مراجعة للحلقة اللي فاتت. هنشوف الحلقة اللي فاتت طبعا احنا اتكلمنا عن اللي هي التشريعات والقواعد المنظمة لعمل الوسطاء، ايه هي شكل اللي هو الاسئلة عشان ندخل بقى في حلقتنا النهاردة اللي هي ايه اللي هو تأهيل المنتجين الجدد. طب نشوف شكل ايه الاسئلة. اول حاجة ممكن يجي صح وخطأ، بيقولك لا يجوز لوسطاء التأمين ان يزولوا اعمالهم اذا كانت اسمائهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض. هنا بيقولك لا يجوز لوسطاء التأمين ان يزولوا اعمالهم اذا كانت اسمائهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض.
الوسطاء لو هم مسجلين في سجل الوسطاء من حقهم ان هم يزاولوا الشغل العمل ولا لا؟ اه من حقهم. يبقى هنا الاجابه هنا في الجزء ده او في النقطه اللي هي موجوده، ويقولي لا يجوز ان الوسيط يقوم باعماله وهو مسجل في سجل الوسطاء. طبعا هنا الاجابه هتكون خاطئه، هو يجوز للوسيط ان هو يعمل كوسيط لو هو مسجل في سجل الوسطاء. طب ما ممكن يجيلك ايه؟ ان الوسيط ده مش مسجل في سجل الوسطاء وبيقوم باعمال الوسطاء، يبقى دي هنا اللي ايه الخاطئ. يبقى النقطه اللي هي موجوده عندي على الشاشه هي هتكون ايه؟ هتكون خاطئه، ان هنا يجوز. يبقى هنا بيقول لك لا يجوز، لا هنا يجوز لوسطاء التامين ان يزاولوا اعمالهم اذا كانت اسمائهم مقيده في سجل المعد لهذا الغرض. ممكن يجي صح وخطأ، يتم القيد والتجديد للوسطاء بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين. طبعا احنا قلنا ان القيد والتجديد والشطب من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المصرية للرقابة على التأمين، صح كده؟ احنا قلنا كده ان التجديد او القيد او الشطب هو من مين المسؤول عنه؟ هو رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة أو هيئة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. هنا هتكون الإجابة إيه؟ هتكون الإجابة صحيحة. هنا صح وخطأ، وسيط التأمين هو شخص اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين مقابل عمولة. هو الوسيط بس، الوسيط التأمين هو شخص اعتباري فقط. احنا قلنا لا هو مش شخص اعتباري بس، لا ده هو ايه؟ شخص طبيعي او اعتباري وبيتقاضى مرتب او مكافأة او عمولة. يبقى هنا الشخص الوسيط التأمين هو شخص طبيعي او اعتباري وبيتقاضى مرتب او مكافأة او عمولة. صح وخطأ، من التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين المحافظة على أسرار الشركة التي يعمل لحسابها. هنا من التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين المحافظة على أسرار الشركة التي يعمل لحسابها. طبعا طبعا هتكون ايه؟ هتكون صحيحة، ان هنا من التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين ان هو بيحافظ على اسرار الشركة ويحافظ على سمعة الشركة، وان هو بيكلم عن الشركة ان هو يعني اكن دي شركته، فلازم ان هو يحافظ على سمعة الشركة، لازم ان هو يحافظ على اسرار الشركة. ما ينفعش ان هو يروح يطلع اسرار الشركة للمنافسين لأي حد. يبقى هنا لازم دي من التزامات الوسيط اتجاه شركة التأمين المحافظة على أسرار الشركة وعلى سمعة الشركة وعلى اسم الشركة. طيب النقطة اللي بعد كده، صح وخطأ، عند تحقق الخطر المؤمن ضده يتولى الوسيط تحصيل التعويضات من معيد التأمين في الأسواق المختلفة وتحويلها إلى الشركات المسندة. عند تحقيق الخطر المؤمن ضده بيتولى الوسيط، طبعا ايه صحيحة، ان هنا بيتحقق الخطر المؤمن ضده بيتولى الوسيط تحصيل، ان انا بيتولى ان هو يحصل التعويضات من معيدي التأمين في الأسواق المختلفة، وان هو بيحولها إلى شركات الايه المسندة. يجب على الوسيط إجراء تعديل بيانات في طلب التأمين والتوقيع نيابة عن العميل. ان الوسيط هل ينفع من الوسيط ان هو يعمل تعديلات او يشطب في طلب التأمين او ان هو يوقع على نيابة عن العميل؟ هنا ايه؟ لا خطأ، ما ينفعش، لا يجوز للوسيط ان هو يعدل او يشطب في طلب التأمين. امال مين اللي بيكتب طلب التأمين؟ اتفقنا ان طلب التأمين اللي بيكتبه هو العميل. طب هل ينفع ان الوسيط يوقع نيابة عن العميل؟ لا خطأ. يبقى هنا الإجابة هنا هتكون ايه؟ هتكون خاطئة، ان هو لا يجوز على الوسيط اجراء اي تعديلات او اي شطب
او ان هو يوقع نيابة عن العميل. طب ما ممكن ايه، انت لو انت وقعت الوسيط ده وقع نيابة عن العميل، لو حصل خطر او حصل ان هو اكتشف ان في بيانات خاطئة في طلب التأمين، هيجي العميل يقول ايه، انا مش انا اللي كاتب ده، او انا مش انا اللي موقع، واللي عامل ده هو الوسيط وانا مش انا اللي كاتب البيانات دي. يبقى كده انت ايه، انت كده زورت، يبقى هنا لا يجوز للوسيط ان هو يوقع عن العميل او ان هو يعدل على طلب التأمين. يبقى هنا زي ما احنا شايفين اهو ان هي هتكون خاطئة لا يجوز. طب النقطة اللي بعد كده، اكمل العبارة الاتية: بيؤدي طلب القيد او التجديد من سجل وسطاء التأمين رسما يحدده بما لا يجاوز نقط جنيه للشخص الاعتبار ونقط للشخص الطبيعي. هنا مين اللي بيحدده؟ احنا قلنا مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. طب هنا لا يجاوز 10,000 جنيه للشخص الاعتبار و1,000 جنيه للشخص الطبيعي. يبقى هنا في الرسوم القيد والتجديد، في رسوم القيد والتجديد قلنا مين اللي بيحدد الرسوم؟ هو مجلس إدارة هيئة المصرية للرقابة على التأمين. المبلغ بيكون كام؟ لا يتجاوز عن 10,000 جنيه للشخص الاعتباري و1,000 جنيه للشخص الطبيعي. يبقى مين اللي بيحدد الرسوم القيد والتجديد؟ هي مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. طب المبلغ اللي هيتجاوز عن كام؟ 10,000 جنيه لمين؟ للشخص الاعتبار. وقلنا ان الشخص الاعتبار لازم يكون شركة مساهمة مصرية. او الشخص الطبيعي بيبقى مبلغ كام؟ اللي هو 1,000 جنيه. طب النقطة اللي بعد كده، هنا بيقولك يحظر على الوسطاء التأمين العمل في مجال نقط وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية. احنا قلنا ان انا بحذر الوسطاء التأمين في العمل في مجال المعاينة وتقدير الأضرار، اعمال المعاينة. احنا قلنا ان الوسيط ده ما ينفعش ان هو يعمل او يقوم بأعمال المعاينة او تقدير الاخطاء او الاكتوارية. يبقى كل الاعمال دي هي لا يجوز للوسيط ان هو يقوم بيها، اللي هي المعاينة وتقدير الاضرار او الاخطاء والاعمال الاكتوارية، طيب، او الخبرة الاكتوارية. النقطة اللي بعد كده، يجب على الوسيط ارشاد العميل الى نقط التي تلائم احتياجاته وامكاناته، نقط في حدود القانون. شطارة، انا سامعاك وانت بتقول ان هنا يجب على الوسيط ارشاد العميل الى الحماية التأمينية اللي بتلائم احتياجاته وامكانياته المادية في حدود القانون. يبقى هنا الوسيط هو بيرشد العميل الى التغطية التأمينية اللي بتلائم احتياجاته وامكانياته المادية. النقطة اللي بعد كده، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط هي نقط او ايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز نقط او شطر. احنا قلنا ان هنا الجزاءات التأديبية يا اما هما 3 حاجات، ايه هي؟ شطارة سامعة ان هما بتقولوا ان هو انذار، يا اما الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة او عام، والشطب ان انا اشطبه عن السجل الوسطاء. يبقى هنا في الجزء او النقطة اللي هي موجودة عندي في الاكمل، يبقى هنا يا اما الجزاءات التأديبية يا اما انذار ان انا بنذر الوسيط ده، يا اما بوقفه عن العمل لمدة عام، يا اما ان انا بشطبه خالص من السجل. يبقى هنا هو الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط هي الانذار او الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز عام او الشطب. السؤال اللي بعد كده، يجب على الوسيط ابلاغ معيد التأمين فورا باي نقط او نقط متوقعة ويمكن ان تؤثر على نقط. يبقى هنا يجب على الوسيط ابلاغ معيد التأمين فورا باي اخطار او خسائر جسيمة متوقعة يمكن ان تؤثر على التزاماته. يمكن ان تؤثر على ايه؟ التزاماته. كده احنا رجعنا الوحدة التانية، هناخد بقى الوحدة التالتة بقى اللي هو تأهيل المنتجين الجدد.
ازاي ان انا اهل المنتجين الجدد؟ كيفية اعداد المنتج الجيد؟ اول حاجة شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. ايه هي شروط ان انا اختار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء؟ تاني حاجة اسس تدريب الجهاز الانتاج. تالت حاجة برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية. رابع حاجة اللي هو تطوير اعداد الدورات والتدريبات او اعداد الدورات والمتدربين من الوسطاء بالمعهد. دي كيفية اعداد المنتج الجيد. هناخد اول حاجة اللي هو شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. هنا نصت المادة 73 من قانون الاشراف والرقابة على شروط قيد الوسيط الخاصة بالمؤهل والخبرة والشروط الأخرى الواردة باللائحة التنفيذية للقانون كما يلي. يبقى احنا هناخد أول حاجة اللي هي شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. أول حاجة الحصول على مؤهل عالي. يبقى لازم عشان يسجل كوسيط لازم يكون حاصل على مؤهل عالي أو الحصول على مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين او الحصول على مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية في مجال التأمين او اعادة التأمين لا تقل عن سنة. اربعة بتوافر الشروط العامة المذكورة بالمادة 63 من القانون 10 سنة 1981 وهي الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره، ألا يكون قد فصل بحكم أو بقرار تأديب نهائي أو صدور قرار بشطب باسمه من سجل المهنة. يبقى هنا شروط اللي هو اختيار المنتجين. إيه هي شروط اختيار المنتجين؟ أول حاجة لازم يكون حاصل على مؤهل عالي. طب هنا الشخص ده مش حاصل على مؤهل عالي، يبقى ممكن يكون حاصل على مؤهل فوق المتوسط بس تخصص تأمين. زيكم كده ان انتوا مثلا هنا في دبلوم، بعد ما تتخرجوا من الدبلوم انتوا كده فوق او متوسط، ممكن ان انتوا تخصص تأمينات ممكن ان انتوا تشتغلوا كتأمينات او كوسيط. تالت حاجة ممكن يكون مؤهل فوق المتوسط بس يكون عنده خبرة في العمل لمدة عام، ان هو اشتغل كوسيط لمدة ايه؟ لمدة عام. لازم هنا ما يكونش حصل له او خد حكم جنائي او حكم فصل او شطب من السجل. لو اتشطب من السجل من سجل الوسطاء ما ينفعش ان انا اعمل له كيد تاني. ما ينفعش ان هو يكون اتحكم عليه بحكم افلاس ان هو مفلس، ما ينفعش. يبقى كل الاجزاء دي او دي كل الحاجة دي الشروط الخاصة بسجل المنتجين، ان انا اسجل الايه المنتجين. طيب بعد كده اسس تدريب الجهاز الانتاجي. ايه هي الاسس ان انا ادرب الجهاز الانتاجي؟ يتم تدريب الجهاز الانتاجي في التأمين على اساس اربع عوامل يطلق عليها بالانجليزي لفظ اللي هو كيش، اللي هو كي اي اس اتش. الكي ده اللي هو المعرفة، والاي اللي هو السلوك الشخصي والذهني للبائع، والاس اللي هي المهارات البيعية والتسويقية، واخر حاجة اللي هو الاتش العادي. يبقى أسس الأربعة أو يتم تدريب الجهاز الإنتاجي في التأمين على أسس أربعة عوامل بيطلق عليها اللي هو الكيش، اللي هي المعرفة، السلوك الشخصي، المهارات البيعية والتسويقية والعادات. هناخد أول حاجة اللي هي المعرفة. يكسب بها الإلمام بكل المعلومات المتعلقة بالتغطية التأمينية التي يتم تسويقها من حيث أهميتها والحاجة إليها وكيفية تسويقها والشرائح التي تناسبها
أو العملاء المرتقبين لكل نوع من أنواع وطريقة إقناع العملاء بمزاياه. يبقى هنا المعرفة دي هو بيتدرب. إيه هي أسس التدريب؟ أول حاجة المعرفة، لازم يتدرب أو يلم بالمعلومات والمعارف الخاصة بالوثيقة اللي هو هيشتغل عليها. لازم يكون عارف بكل المعلومات الخاصة بالوثيقة اللي هو هيكون بيبيعها، ولازم يكون عارف مين العملاء اللي هو يقدر ان هو يبيع لهم، ولازم يعرف عشان يقدر يختار العميل المناسب لاحتياجاته وامكانياته. فلازم يعرف ايه هي مميزات واهمية الوثيقة اللي هو هيبيعها. يبقى هنا المعرفة، لازم يلم بالمعلومات والمعارف الخاصة بالوثيقة او متعلقة بالمتطلبات او بالتغطية التأمينية. لازم يكون عارف بالمعارف دي كلها او بالمعلومات دي، ولازم يعرف ازاي يقنع العميل. ما انا ممكن اعرف المعلومات واعرف ان الوثيقة دي او التغطية التأمينية دي تمام، انا عارفة كل المعلومات، بس انا مش عارفة اقنع، مش عارفة اسلوب الاقناع. فلازم ان هو يتدرب على اسس اقناع العميل ليه ان دي او الوثيقة دي هي مناسبة لاحتياجاته. فلازم ان هو يتدرب على اقناع العميل، ولازم يبقى عارف ايه هي مزايا الوثيقة دي. اول حاجة اللي هي الايه؟ المعرفة. طيب تاني حاجة اللي هو السلوك الشخصي، السلوك الشخصي والذهني للبيع. يقصد به الموقف الحماسي لمهنة البيع أو التسويق، والخطوات والإجراءات والأنشطة الضرورية والمناسبة لممارستها، والخدمة التأمينية اللي بتعتمد بنسبة كبيرة على سلوك وتصرفات وعقلية البائع وليس المشتري، بعكس السلع المادية. يبقى هنا أنا هنا في السلوك الشخصي والذهني للبائع، انا بقصد بين الموقف الحماسي لمهنة البيع او التسويق، ولازم هنا الخطوات والاجراءات والانشطة الضرورية والمناسبة لممارستها، والخدمة التأمينية. الخدمة التأمينية دي هي بتعتمد بنسبة كبيرة الخدمة التأمينية بتعتمد بنسبة كبيرة على سلوك وتصرفات وعقلية البائع وليس المشتري. يبقى هنا انا الخدمة التأمينية هي بتعتمد على ايه؟ الخدمة التأمينية دي انا بقدم خدمة تأمينية. الخدمة التأمينية دي هي بتعتمد على مين؟ على سلوكيات وتصرفات المشتري ولا البائع؟ لا، البائع. الخدمة التأمينية هي بتعتمد على سلوكيات وتصرفات البائع وليست المشتري. عكس مين بقى؟ عكس اللي هي السلع المادية. عكس السلع الايه؟ المادية. يبقى هنا من الخدمة التأمينية اللي احنا بنقدمها، احنا بنقدم خدمة تأمينية اللي هي حماية تأمينية، ان انا ببيع وثائق. فانا ما ببيع وثائق دي، فانا بعمل خدمة تأمينية. فهنا الخدمة التأمينية دي هي بتعتمد على سلوكيات تصرفات عقلية مين؟ البائع. عقلية مين؟ البائع، وليس مين؟ وليس المشتري. يبقى هنا اخدنا اول حاجة اللي هو اسس التدريب، اللي هي اول حاجة المعرفة. طب تاني حاجة قلنا اللي هو السلوك الشخصي والذهني للبائع مش للمشتري، البائع، لان هو الخدمة التأمينية هي بتعتمد على سلوكيات وتصرفات وعقلية البائع وليس المشتري. طيب بعد كده تالت حاجة اللي هي المهارات البيعية والتسويقية. بيقصد بها كل ما يتعلق باكتساب معلومات عن الخدمة. باكتساب يقصد بها كل ما يتعلق باكتساب معلومات عن الخدمة المبيعة واللباقة في الحديث. لازم يبقى فيه لباقة في الحديث والإقناع حتى يمكن توصيل مزايا وأهمية التغطية التأمينية للعميل، وبيان مدى حاجته إليه، بالإضافة إلى مهارات الحديث أثناء المقابلات البيعية والزيارات الاستطلاعية.
لازم ياخد الأسس اللي هي الأسس الخاصة، أسس تدريب الجهاز الإنتاجي، لازم يكون فيه مهارة البيع والتسويق. مهارة البيع والتسويق ده، انت بتبقى عارف كل حاجة عن البيع والتسويق، عارف كل المعلومات عن الوثيقة، بس انت مش عارف توصلها له. لازم يكون عندك لباقة، عندك الإقناع، لازم يكون المنتج أو الوسيط ده لازم يكون عنده في أثناء الزيارة يتكلم بلباقة، يقدر يتعامل مع العميل. أصل العميل ده لو هو شايفك كده مهزوز من نفسك كده، هو خلاص مش هيشتري منك، أو مش هياخد منك الوثيقة. لازم تكون أنت واثق من نفسك، لازم أن أنت بتقوله أو بتقوله على الوثيقة، وتعرفه أن الوثيقة دي أو التغطية التأمينية دي هي مناسبة ليه. فانت لازم تقنعه، تعرف ان انت تقنعه. فالمهارة البيعية والتسويقية لازم ان هو دي من اسس التدريب اللي هو ياخدها، لازم عشان يقدر ان هو يقنع. طب ماشي، ما انا عارف، اعرف المزايا، واعرف ان المزايا الوثيقة، وعارف كل حاجة عن الوثيقة والتغطية التأمينية، بس انا مش بعرف اتكلم، مش بعرف ان انا ادير الحاجة دي، او مش عارف ان انا اعبر له او اقول له على ده. هل ينفع؟ لا طبعا، لازم تكون واثق من نفسك، ولازم تقدر ان انت تقنعه بيها. فدي اسمها اللي هي المهارة التسويقية والبيعية. يبقى احنا خدنا من اسس التدريب في الجهاز الانتاج اللي هو ايه، اول حاجة المعرفة، طب وتاني حاجة اللي هي الشخصي، تالت السلوك الشخصي، تالت حاجة المهارات البيعية والتسويقية، وان لازم هنا بتكتسب معلومات عن الخدمة التأمينية في اثناء التدريب، بتكتسب ايه الخدمة، معلومات عن الخدمة المباعة، ولازم تكون لبق في الحديث. عشان طبعا انت بتروح تعمل استطلاع. يعني ايه استطلاع؟ انت بتروح تقدم للعميل الوثائق الموجودة وتعرف العميل، فتبدأ ان انت تعمل اسمها زيارة استطلاعية، عشان بعد كده ما تبقى في مقابلة تاني عشان يكتب مثلا طلب التأمين. فانت اوريدي لازم تبقى مع العميل وتقول له كل حاجة خاصة باحتياجاته او امكانياته المادية. دي تالت حاجة اللي هي المهارات البيعية والتسويقية. رابع حاجة العادات، يكسب بها عادات ونظام رجل بيع الخدمة التأمينية، حيث يتم البيع دون تعليمات سابقة صادرة للبائع ودون خطة بيعية مكلف بها. يبقى هنا من العادات ان هو يكسب بها هي عادات ونظام رجل بيع الخدمة التأمينية، حيث ان هنا بيتم البيع دون تعليمات سابقة صادرة للبائع ودون خطة بيعية مكلف بها. دي كانت أربع حاجات من أسس تدريب الجهاز الإنتاجي. أسس تدريب الجهاز الإنتاجي قلنا إن هما كام؟ إن هما أربعة، اللي هما إيه؟ لو إحنا فاكرين مع بعض، اللي هي المعرفة، تاني حاجة السلوك الشخصي للبائع، تالت حاجة قلنا اللي هو البيعية، تدريب البيعي والتسويقي، وآخر حاجة اللي هي العادات، المهارات البيعية والتسويقية، وآخر حاجة اللي هي العادات. هناخد البرنامج التدريبي والتأهيلي للوسطاء والمنتجين. ايه هي البرامج التدريبية والتأهيلية للوسطاء والمنتجين؟ بيعتبر معهد التأمين بمصر هو الجهة الرائدة والمسؤولة أو المسؤول الأول عن برامج تدريب وتأهيل الوسطاء والمنتجين. يبقى هنا أنا عندي معهد التأمين بمصر هو الجهة الرائدة والمسؤول الأول عن برنامج تدريب وتأهيل الوسطاء والمنتجين. يبقى مين اللي بيأهل وبيدرب الوسطاء والمنتجين؟ هو المعهد التأمين بمصر. معهد التأمين بإيه؟ بمصر. بيعد المعهد المصري للتأمين بمثابة منظمة تعليمية التأمينات. يبقى هنا معهد التأمين في مصر هو خاص بتثقيف أو خاص بتدريب وتأهيل المنتجين والوسطاء، وهنا بنقول عليه إن المعهد ده هو تثقيف وتعليم خاص بجزء التأمينات، خاصة بالإيه؟ بالتأمينات. يبقى هو منظمة تعليمية
وتدريبية وتثقيفية متخصصة في مجال التنمية، متخصصة في مجال الايه؟ التنمية. طب بعد كده انا بيهدف الى توفير واعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لقطاع التأمين وفق المعايير الدولية. يبقى هنا بيهدف الى اللي هو المعهد المصري، بيهدف الى توفير واعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لقطاع التأمين وفق للمعايير الدولية. بتكون فلسفة المعهد على إعداد البرامج اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتطوير قطاع التأمين وزيادة الطلب على المنتجات التأمينية وتنمية سوق التأمين المصري، لأن يعني هو المسؤول عن إن هو بيزود الطلب على المنتجات التأمينية وإن هو بينمي سوق التأمين المصري حتى يلحق أو يواكب الأسواق العالمية. يعني هو مش بيواكب بس مصر بس، أو إن هو بيدرب المنتجين والوسطاء بس للمصر بس، لا، ده هو علشان يواكب سوق الأسواق العالمية. مش بيبص إن هو المعهد اللي هنا، المعهد التأمين في مصر، إن هو بيدرب المنتجين والوسطاء بس عشان هما يشتغلوا في مصر، لا، ده هو بيدربهم وبيأهلهم ويبقى فيه كوادر بشرية علشان ايه؟ علشان تواكب الأسواق العالمية، عشان تواكب الأسواق اللي ايه؟ العالمية، وان هو بينمي قدراتهم ويعمل كوادر بشرية. ده خاص بمين؟ ان هو كده المعهد التأمين المصري هنا بيوفر كوادر للمنتجين والوسطاء، الكوادر البشرية، عشان يقدر يبقى انا عندي هنا وسطاء في مصر وان هم يواكبوا سوق الاسواق العالمية. يبقى هنا اهو زي ما احنا قلنا، دي فلسفة اللي هو ايه؟ فلسفة المعهد التأمين المصري على اعداد البرامج، ان هو بيعد برامج عشان تواكب السوق الاسواق العالمية اللازمة لتأهيل الكوادر، عشان تأهل الكوادر البشرية اللازمة لتطوير قطاع التأمين عشان تواكب الاسواق العالمية. عندي هنا أول حاجة اللي هو برامج الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية. هنا بيشمل البرنامج 5 وحدات بتتمثل في: أول حاجة تسويق الخدمات التأمينية، مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته، أهمية عمل الوسيط بشركات التأمين، التشريعات والقواعد المنظمة لسوق التأمين، وآخر حاجة اللي هو إعادة هيكلة نشاط الوسطاء. طبعا هناخد اللي هي دي برامج أو برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية، هو بيشمل 5 برامج. هناخد كل برنامج ونشوف هو بيتكلم عن ايه. أول حاجة اللي هو تسويق الخدمة التأمينية. تسويق الخدمة التأمينية بيشمل مفهوم التسويق عموما والفرق بين تسويق السلعة والخدمة ووسائل تسويق المنتجات التأمينية. هي تسويق الخدمة التأمينية هو بيعرف يعني ايه تسويق الأول، ويعرف لازم يفرق بين تسويق السلعة وتسويق الخدمة. واحنا كشركات التأمين احنا بنعمل ايه؟ بنسوق ايه؟ بنسوق خدمة تأمينية، فلازم يكون عارف يعني ايه خدمة تأمينية وازاي ان هو يسوق الخدمة، لان طبعا بيبقى في فرق بين تسويق الخدمة وتسويق السلعة. فهنا في تسويق الخدمة التأمينية ان انا بيعرف مفهوم التسويق والفرق بين تسويق السلعة والخدمة ووسائل تسويق المنتجات التأمينية. طب تاني حاجة، مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته. ايه هي مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته؟ بتشمل التأهيل العلمي والسمات الشخصية وأخلاقيات مهنة الوسطاء، ودور الوسيط في خدمة العملاء وشركات التأمين، والتزامات الوسيط قبل وبيع الخدمة. هنا من المؤهلات الوسيط ان انا لازم ان انا أأهله علميا، لازم ان انا بأهله علميا والسمات الشخصية، ولازم ان انا يبقى فيه اخلاقيات، لان احنا اتفقنا ان الوسيط ده لازم يكون هو حافظ لاسرار الشركة واسرار العميل، ان هو ما يفشيش الاسرار، فلازم يكون عنده اخلاقيات
اخلاقيات المهنه بتاعته، فلازم يكون عنده اللي هو افشاء الاسرار دي مش موجوده عن، يعني لازم ان هو يكون بيحافظ على اسرار الشركه والعميل. لازم يعرف الوسيط دوره في الايه، في خدمه العملاء، ازاي ان انا اخدم العملاء، ولازم اللي هو البيع قبل وبعد البيع، اللي هي خدمات ما بعد البيع. الخدمات اللي ما بعد البيع، انا بعد ما بعت الوثيقة هو كده خلاص انا كده هني عملي كده انا مع العميل؟ لا طبعا، لازم يبقى في دور ما بعد، اللي هي خدمات ما بعد البيع. ما ممكن يبقى هو محتاج حماية تأمينية تانية، ممكن ان انت بتقدم له ايه الجديد الموجود، فهنا لازم تبقى عارف ايه هي الخدمات ما بعد البيع، ولازم تعرف ايه هي التزامات الوسيط، التزامات الوسيط تجاه العميل وشركات التأمين. وهنا هو زي ما بقول شركات التأمين والتزامات الوسيط قبل وبعد بيع الخدمة، اللي هي مؤهلات الوسيط الجيد والتزاماته. تالت حاجة اللي هي أهمية عمل الوسيط لشركات التأمين. هنا أهمية عمل الوسيط لشركات التأمين هي بتشمل مدى حاجة الشركات لجهاز الإنتاج والتسويق وعناصر نجاح جهاز الإنتاج والتسويق والهيكل التنظيمي والهيكل الإنتاجي للشركة وموقع الوسطاء منها. هل الوسيط أهمية لشركات التأمين؟ أه طبعا ليه أهمية، طبعا ليه أهمية، إن هو بيبيع الشركة، بيبيع الوسائط أو وثائق التأمين، هو اللي بيسوق الوثيقة وبينتج الوثائق في الجهاز الإنتاجي. فطبعا الوثيق ده ليه أهمية كبيرة جدا لشركات التأمين. ومين اللي بيحدد أهمية الوسيط؟ هي شركات التأمين، هي اللي بتحدد هي محتاجة وسيط ولا لأ، هي محتاجة جهاز إنتاجي في الشركة ولا لأ. أكيد طبعا هي بتبقى محتاجة، محتاجة عشان هي محتاجة إن هي تسوق الوثائق بتاعتها أو تسوق الخدمة التأمينية الخاصة بيها. دي اللي هي أهمية عمل الوسيط لشركات التأمين، دي تكلت حاجة. طب رابع حاجة بقى، التشريعات والقواعد المنظمة لسوق التأمين. هي بتشمل تشريعات التأمين وتشريعات الوساطة ومحظورات عمل الوسطاء. أهم حاجة لازم التشريعات والقواعد المنظمة لعمل الوسطاء، لازم هنا لسوق التأمين، لازم هنا في التشريعات والقواعد المنظمة لسوق العمل، لازم ان انا التزم بالقواعد والارشادات والتشريعات الخاصة بالوساطة ومحظورات عمل الوساطة. ايه المحظورات، ايه الحاجة اللي مينفعش الوسيط يقوم بيها. اخر حاجة اللي هي خمسة، اعادة هيكلة نشاط الوساطة. إعادة هيكلة نشاط الوساطة، إيه هي إعادة هيكلة نشاط الوساطة؟ هنا بتشمل المشاكل العملية لممارسة مهنة الوساطة وتطويرها ومتطلبات هذا التطوير. يبقى هنا إعادة هيكل نشاط الوساطة إن بتشمل المشاكل العملية لممارسة مهنة الوساطة وتطويرها ومتطلبات هذا التطوير. ده كانت هنا البرنامج الهيئة العامة للرقابة المالية، كان هما خمس حاجات اللي هو تسويق الخدمة ومؤهلات الوسيط وأهمية عمل الوسيط والتشريعات والقواعد وإعادة هيكلة نشاط الوساطة. هناخد هنا تطوير إعداد الدورات والمتدربين من الوسطاء بالمعهد. ايه هي ازاي ان انا اطور اعداد الدورات والمتدربين من الوسطاء بالمعهد؟ هنا بيقولك ان اصبح معهد التأمين بمصر منذ انضمامه رسميا الى الهيئة العامة للرقابة المالية التي بدورها الى هيئة الرقابة المالية، هنا بالتدريب فعال او فعال تنمية الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين من الناحية الفنية والإدارية والمالية والتسويقية. يبقى هنا المعهد المصري هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل كوادر فنية، كوادر بشرية خاصة بايه؟ خاصة او من الناحية الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.
حتى يتواكب سوق التأمين المصري مع متطلبات القرن الواحد والعشرين والألفية الثالثة. يبقى أنا عندي اللي هو معهد التأمين بمصر، هو انضم رسميا إلى إيه؟ إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، اللي هي بدورها إلى هيئة الرقابة المالية. إن هي بتعمل إيه؟ هي بتدرب تنمية الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين من الناحية الفنية والإدارية والمالية والتسويقية، وإن هي لازم تواكب سوق التأمين المصري. طيب احنا هنا الجزء ده اللي هو تأهيل وتدريب المنتجين الجدد، اللي هو الفصل الثالث، ان انا بأهل وبدرب او تأهيل المنتجين الجدد. ازاي ان انا بدربهم وبأهلهم؟ وقلنا مين اللي بيدرب؟ قلنا اللي هو المعهد المصري او المعهد التأميني المصري هو اللي بيدرب او بيأهل الكوادر الفنية، الكوادر البشرية، بيدربهم على او بيأهلهم في مجال التأمينات. هو المتخصص في مجال التأمينات اللي هو المعهد المصري للتأمين، هو اللي بيأهل الكوادر علشان في سوق العمل، أو إن هو المنتجين بيتأهلوا ككوادر بشرية عشان إن هم يشتغلوا في مجال التأمين. وقلنا إن هنا فلسفة المعهد ده، فلسفة المعهد بتقول إن أنا بالنسبة لي إن أنا بأهل المنتجين أو بأهلهم علشان يواكب الأسواق العالمية. أنا بواكب الأسواق العالمية. وبعد كده اتكلمنا على اللي هو أسس تدريب الجهاز الإنتاجي، وهنا أسس تدريب الجهاز الإنتاجي هم أربعة، اللي هو المعرفة والمهارات التسويقية والمهارات التسويقية والبيعية، واللي هنا السلوك الشخصي للبائع، وآخر حاجة اتكلمنا عن العادات. هنيجي نشوف الجزء ده هو بيجي في الامتحان شكله ايه. ممكن تكون اسئلة اللي هي موضوعية، اللي هو صح وخطأ، اكمل، اكتب المصطلح التأميني او المصطلح العلمي. طيب هنشوفه مع بعض. اول سؤال اللي هو اكمل العبارة الاتية: الحصول على مؤهل عالي من، اكمل العبارة الاتية: الحصول على مؤهل عالي من شروط نقط المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. يبقى هنا الحصول على مؤهل عالي من شروط اختيار المنتجين والقيد في سجل الوسطاء. هو بس الحصول على مؤهل عالي بس؟ لا، احنا قلنا ايه؟ ده احنا قلنا يا اما الحصول على مؤهل عالي او الحصول على مؤهل فوق المتوسط بس يكون تخصص تأمينات، او الحصول على مؤهل فوق المتوسط بخبرة في مجال التأمين، خبرة في مجال التأمين مدة عام. ده اللي هو الايه؟ الحصول على مؤهل، او ده من الشروط. وقلنا ان الشروط التانية ان هو لازم يكون، لا يكون حكم عليه في حكم جنائي، او ان هو اتحكم عليه بإفلاس. يبقى دي من الشروط اختيار المنتجين والوسطاء في سجل الوسطاء. طب نشوف النقطة اللي بعد كده: المفاهيم الأساسية لخطر تتضمن نقط وأنواعه ومسبباته ونقط المؤثرة فيه. إيه المفاهيم الأساسية لخطر تتضمن إيه؟ بتتضمن مفهوم الخطر وأنواعه ومسبباته والعوامل المؤثرة فيه. هي المفاهيم الأساسية للخطر، إن أنا بعرف المفهوم وأنواعه ومسبباته وإيه العوامل المؤثرة فيه. النقطة اللي بعد كده: أكمل العبارة الآتية: عقود التأمين بتشمل تعريف المتدرب بالفرق بين نقط التأمين وعقد التأمين. هي عقود التأمين أنا بعرف المتدرب إيه وإيه، الفرق بين إيه وإيه، بين طلب التأمين وبين عقود التأمين اللي هي الوثائق التأمين. يبقى هنا الإجابة دي هتكون إيه؟ أنا بعمل الفرق بين طلب التأمين وعقود التأمين. يبقى هنا الإجابة هتكون طلب التأمين، لأن أنا بعرف الفرق بين طلب التأمين وعقود التأمين. يبقى هنا زي ما احنا شايفين اهو، ان هنا عقود التأمين بتشمل تعريف المتدرب بالفرق بين طلب التأمين وعقود التأمين.
النقطة اللي بعد كده أكمل العبارة الآتية اللي هو التشريعات والقواعد المنظمة للسوق. نقط بتشمل تشريعات التأمين وتشريعات نقط. احنا قلنا ان هنا التشريع والقواعد المنظمة لسوق التأمين بتشمل تشريعات التأمين وتشريعات الوساطة. تشريعات الايه؟ الوساطة. أكمل بيعمل الوسطاء والمنتجين على حصول نقط على أفضل نقط، بيحصل إيه؟ الحصول على أو حصول العميل على أفضل تغطية تأمينية. إحنا اتفقنا إن هنا بيحصل على اللي هو العميل بيحصل على التغطية التأمينية، لأن هنا الوسيط بيبدأ إن هو يختار للعميل التغطية التأمينية الملائمة والمناسبة لاحتياجات العميل وامكانياته الماديه، انا مش بديله كده وخلاص. تمام كده؟ يبقى هنا زي ما احنا اتكلمنا النهارده عن الوحده الثالثه اللي هو تاهيل المنتجين الجدد، وللاسف حلقتنا انتهت. اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.